أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان السبت 29 مايو أيار 2021. تحب الطبيعة جدا وتعشق الزهور والمناظر الخضراء، ولكن قد يفضل البعض الاهتمام بالدراسة والاستفادة من بعض الخبراء في مختلف المجالات. على الجانب الآخر، تحاول أن تطبق الأفكار التي حصلت خلال الفترة الماضية. هذا الأمر سيكون شيقا وممتعا جدا. عاطفيا، الأعزب هذا هو الوقت المناسب للتواصل أكثر مع الحبيب وإخباره بتكرار ممل عن مدى مشاعرك الحقيقية تجاهه، فلا تخفي شيئا. المرتبط تشعر بإهمال من جانب الحبيب وتعتقد أن هذه الأفعال مقصودة، لكن لا تصدر أحكاما مثبتة وتحدث معه، فربما تكون لديك بعض المشاكل التي تمنعه من مبادلتك نفس الشعور والاهتمام الذي تطلبه. مهنيا، ربما تكون مشاعر الكسل المسيطرة عليك هذه الفترة من الأسباب التي ستجعلك تبدو متخاذلا وتضيع جهودك التي بذلتها في الفترة الماضية. تخلص من طاقتك السلبية وحافظ على البقاء منصبك في مكانه. صحيا، إذا وضعت لنفسك أهداف صحية فابدأ بتنفيذها منذ اليوم قبل فوات الأوان. أنت تبحث هذا اليوم عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي الاسترخاء في فترة المساء. توقعات برج السرطان للرجل. الناجحون والفاشلون كثيرا في قدرتهم، إنما يختلفون كثيرا في رغبتهم في تحقيق الهدف. محطات قد تعاني منها من بعض التعب، والسبب بعض التأجيل في أمور مالية أو في مواعيد ولقاءات هامة، وقد تشعر أن حولك تحرك مقلق يحتاج لجهدك ولتكتيكك وعقلك الوعي لتترجم كل ما تسمع به. توقعات برج السرطان للمرأة. الطريق إلى السعادة تحتاج منك أن تقومي بجهد أكبر وأن تتخلي عن اللذات الآنية. تذكري أن لا تحددي مدى إمكانيتك في أن تحلمي عن ما تريدين. تأكدي من أن كل شيء مرتب ومضبوط بالشكل الذي تريدين. حاولي أن تجعلي أفكارك ذكية بقدر الإمكان. تأكدي من أن كل تفاصيلك تصب في مصلحتك وليس العكس.